الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد قائد الغر المحجلين. النهاردة إن شاء الله نتكلم في موضوع يمكن يهم ناس كتير وناس كتير تتساءل فيه، ألا وهو جراحات المناظير. يعني إيه جراحات المناظير؟ بتتم إزاي؟ إيه العمليات اللي استفادت من جراحة المناظير؟ إيه التطور اللي حصل خلال العشر سنين الأخرانيين في جراحات المناظير؟ فإحنا لو ابتدينا نتكلم عن جراحة المناظير، زمان إحنا كنا بنعمل العملية عن طريق فتح جدار البطن. لو خدنا مثال زي الزايدة الدودية أو زي الحويصلة المرارية ما يكون فيها حصوات، بنفتح جدار البطن بالمشرط فتحة تؤدي ان انا اقدر ادخل ايديا وايد المساعد وفوط وهو الى اخره عشان اقدر استأصل المرارة بسلام. النهاردة احنا مش عايزين نفتح جدار البطن، فبدأت الناس تفكر ازاي تشيل المرارة دي من خلال خرمين ثلاثة او اربعة وتطلع بالمرارة سليمة. وده بيخلي العيان، يعني من الفوائد ان العيان اولا ما بيقعدش في المستشفى وقت طويل، ممكن في نفس اليوم يخرج خروم صغيرة فهي إلى حد ما تجميلية. ثالثا أما بدخل بالكاميرا جوه جدار البطن، وهنقول إزاي دلوقتي، بقدر أستكشف البطن كلها، ممكن ألاقي حاجة معينة أنا ما اكتشفتهاش قبل العملية فممكن أتعامل معها، زي ما يكون التهاب في الزايدة ويطلع معاه كيس على المبيض أو حمل خارج الرحم أقدر أتصرف معاه. الحاجة الثانية هي حاجة تجميلية واستكشافية، ما بيقعدش العيان في المستشفى أكتر من يوم ممكن، وفي نفس اليوم يخرج. ما فيش ممكن الالتهابات اللي بتحصل في الجروح المفتوحة الكبيرة ما بتحصلش، نسبتها أقل كثير جدا من الجراحات المفتوحة. الفتوحات اللي بتحصل من الجروح الكبيرة برضو مش موجودة، فدي كلها فوائد في جراحة المناظير. طيب جراحة المناظير دي بتتم ازاي؟ يعني الناس برضو ازاي اطلع انا مرارة او اطلع طحال او اطلع نص المعدة من خروم صغيرة جوه، او اعمل عمليات سمنة من خلال جراحة المناظير. فاحنا لو شفنا الجهاز بتاع جراحة المناظير في اول صورة مثلا هتبان لينا على المونيتور، ده بيبقى جهاز موجود عليه في اجهزة، في شاشة سكرين موجودة، في جهاز بينفخ جدار البطن عشان اقدر اعلى بجدار البطن لفوق فاقدر اشتغل براحتي، وفي نفس الوقت في اجهزة تانية، اجهزة كي واجهزة شافت والى اخره. وبعدين بيبان بعد كده في الصورة التانية الالات اللي بتخش، زي الكاميرا اللي بتخش او التلسكوب اللي بيخش جوه البطن، بقدر اشوف من خرم صغير البطن كلها. زي لو انا مثال الاوضة اللي انا قاعد فيها، بعمل خرم صغير في السقف وادخل بالكاميرا بتاعتي بشوف كل حاجة موجودة واتوجه للحاجة اللي انا عايز اشتغل بيها وادخل الاتي. فالصورة التانية بتورينا ازاي بننفخ جدار البطن من خلال ابرة صغيرة بتخش من تحت السرة، بنفخ جدار البطن بسائل ما يتفاعلش مع الجسم ولا يتفاعل مع اي اجهزة كي بدخلها جوه البطن، تمام؟ وبنفخ جدار البطن، بيعلى جدار البطن عن الاحشاء، بقدر ادخل بقلتين ثلاثة زي الصورة بتوضح ازاي جدار البطن موجود فيه كل الالات اللي انا بقدر اشتغل بيها. فمن هنا اقدر ان انا اخش جوه البطن بالكاميرا، ابص حوالين البطن كلها اشوف اذا كان في اي مشكله موجوده او لا. وبالذات كمان في بدات جراحه المناظير في حالات الحوادث والتروما، ان انا مش عارف زمان مش عارف افتح العيان ده ولا ما افتحوش، الفحوصات بتاعتي مش مؤديه ان انا اخد قرار، ممكن بخرم صغير ادخل تحت السره اشوف هناك نزيف، هناك قطع في الامعاء، هناك اي حاجه اقدر اتعامل معاها. عندنا جراحات المناظير اللي استفادت من موضوع المناظير، اول عمليه اتعملت لجراحه المناظير كانت استئصال المراره بالمنظار، وده كان سنه 87 عن طريق بروفيسور موريه الفرنسي. بعدها بدا تطور هائل في جراحات المناظير. فمثال مثلا مراره، اول حاجه اتعملت لو شفنا عندنا صوره في المراره مع حصوايه، وعندنا صوره ثانيه للمراره فيها يمكن 300 حصوايه، الحالتين طلعوا بالمنظار، دخلنا بالكاميرا من تحت السرة، دخلنا بالآلات بعد كده عن طريق خروم معينة، قدرنا نستأصل المرارة بسلام من البد بتاعها أو المنيم بتاعها أو مكانها اللي لازق في الكبد.
قدرنا نشيل المراره. وشوف كم الحصوات اللي موجود في الصوره، يمكن عدناهم يمكن اكثر من 300 حصوايه كانوا موجوده جوه الحصيره الملاليه. كذلك ممكن نشيل الزائده الدوديه. الزائده الدوديه يعني في كلام كتير ممكن يتقال ان الزائده الدوديه جرحها صغير، فايه الداعي ان انا اعمل اربع فتحات؟ لكن في حالات كتير قوي لما بندخل المنظار بنلاقي كيس على المبيض مثلا الناحيه الشمال عند العيانه نقدر نتعامل معاه. في حالات كتيره قوي بدل ما ازود جرح الزايده وينزل يبقى زي جرح القيصريه كده، لو في مثلا حمل خارج الرحم، لا انا ممكن اشفطه بالمنظار، ممكن اخد عينه بالمنظار، ممكن احللها وكل حاجه، واقدر ان انا استأصل كل الكلام ده بسلام ويبقى ما اثرتش على المريضه خالص. بالذات كمان البنات، يعني لو استئصال زي ده في البنات الصغيرين مثلا 17 18 سنه، اما اشيلها بالمنظار فانا بقلل قوي من كم حدوث اي التصاقات تبقى موجوده بعد العمليه، لان اي عمليه جراحيه مفتوحه بتسبب بعدها التصاقات. يعني ايه التصاقات؟ ناس تسمعها كتير. التصاقات يعني كل الاحشاء اللي موجوده جوه البطن تلتصق بالجرح اللي موجود اللي انا عملته في جدار البطن. ممكن الاقي الامعاء مشدوده لجدار البطن، الاقي المبيض لازق، الاقي بالذات بقى اللي تخوف الانابيب اللي هي بتمشي فيها البويضه وتقابل الحيوان المنوي، ممكن يحصل فيها التصاقات. لما تلتصق بجدار البطن بهذه الطريقه بيسبب انها تتقفل، فما بيقدرش الحيوان المنوي يقابل البويضه ويحصل فيها ما بنسميه اللي هو العقم الاولي، اللي طبعا ممكن يتعالج برضه بالمنظار. فاذا المنظار له فوائد كتيره جدا بالذات في الزايده الدوديه وهكذا. كمان العمليات اللي استفادت من جراحه المناظير هو الفتق. الفتق اللي هو في الحجاب الحاجز، الناس اللي عندهم ارتجاع، الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء نتيجه فتق في الحجاب الحاجز، وجزء المعده بيدخل الحمض منه الى الحجاب الحاجز. زمان كنا بنفتح فتحه كبيره ونلف المعده جوه على المريء، النهارده ممكن نعمل كل ده بالمنظار من خلال اربع خروم صغيرين، نقدر ندخل ونضيق الفتحه اللي نازل منها المريء اللي بيحصل منها الارتجاع بتاع المعده وحمض المعده، نضيق الفتحه، ممكن نحط كمان شبكه وندبسها او نخيطها، وبعد كده بنلف جدار المعده على المريء وبتذهب خالص بلا رجعه الحموضه وارتجاع المريء والتعب اللي بيعاني منه العيان. من العمليات اللي استفادت من جراحه المناظير كمان الفتق الارابي. الفتق الارابي اللي هو بيبقى نازل في الخصيتين او يبقى معلق فوق الخصيتين، نقدر ان احنا ندخل برضه بالمنظار ونقدر نسلك الفتق ده ونشرح الغشاء البلوتوني ونحط كمان شبكه قصاد الغشاء البلوتوني، يعني اكنه قصاد البوابه، فلا يمكن ان الفتق ده يرجع تاني وبتتدبس في جدار البطن وهكذا. ندخل في اهم جزء بقى استفادت منه جراحات المناظير، هي جراحات السمنه المفرطه. الناس طبعا بتسمع السمنه وعارفين قد ايه زادت السمنه دلوقتي ونسبتها زاد في البلاد العربيه وبرضه في الدول زي امريكا زادت كميه النسبه. ايه هي السمنه المفرطه؟ وازاي جراحات السمنه استفادت من جراحه المناظير؟ وده شق مهم جدا وجزء مهم جدا، لان عيان السمنه ده بنجو بيبقى صعب والجراحه فيه صعب، لان جدار البطن سميك فيه كميه فات كبيره. فازاي ان انا ادخل ده كله؟ كنا بنفتح فتحه كبيره عشان اقدر ادبس المعده او اقدر احول المعده وهكذا. نتكلم شويه عن السمنه عموما، وايه هي السمنه المفرطه؟ وايه مشاكلها؟ وازاي استفادت من جراحه المناظير؟ فلو اتكلمنا عن السمنه المفرطه او السمنه المرضيه، هو ان طبعا يزيد وزن البني ادم 50% 50 كيلو او 50% من وزنه الطبيعي. يعني مثلا لو انا هدي حساب بطريقه اسهل شويه، احنا لو عندنا طول ووزن، دايما لو قسمنا الطول على تربيع الوزن المفروض يطلع عامل معين، العامل ده من 18 ل 25 مش كيلو ولا حاجه، هو معدل كتله الجسم. لو انا قسمت الطول على الوزن بالكيلو جرام على تربيع الطول بالمتر، يعني مثلا لو انا وزني مثلا 70 كيلو وطولي مثلا 170 سنتي، فانا بقسم ال 70 كيلو على متر و7
في متر وسبعة. لو النسبة طلعت من 18 ل 25 it is ideal. لو أقل أو أكتر من 25 بدأنا الوزن الزايد، يعني من 25 ل 35 بدأنا شوية الوزن الزايد بس بنسميه الأوفر ويت، لكن من 35 لفوق بدأنا سمنة، بدأنا من 40 لفوق بدأنا سمنة مفرطة. طبعا ممكن السمنة المفرطة دي تسبب مشاكل كتير. يعني ايه مفرطة؟ يعني مرضية، يعني ممكن تسبب مشاكل في الأوعية الدموية بتاع القلب اللي هي الكورونرز اللي هي الشرايين التاجي، ممكن تسبب حصوات في المرارة، ممكن تسبب مشاكل في الركب والتهابات المفاصل وهشاشة العظام، ممكن تسبب مشاكل في البول، ممكن تسبب مشاكل في الستات بالذات في الحمل والولادة وعدم الإنجاب، لأن كل دي دهون متراكمة على الأنابيب وعلى المبايض وهكذا. ممكن تسبب برضو سكر وضغط، ودول عاملين فعلا لو اتعالجت السمنة وجدنا في الأبحاث بتاعتنا إن نسبة كبيرة جدا من الناس اللي ما بتخس السكر بتاعها بيقل والضغط بيقل، وممكن مرضى كتير قوي ما يحتاجوش ياخدوا علاج بعد ما 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 تتعالج او يخس الوزن شويه. طيب السمنه المفرطه دي ازاي نعالجها جراحيا؟ والان طبعا احنا بننصح اي مريض ما يوصلش للسمنه المفرطه عن طريق الدايت وتنظيم الاكل والى اخره. لكن لو عيان وصل لسمنه ازاي نعالجه طبيا او جراحيا؟ طبعا طبيا حاجات كتيرة، زي أول حاجة منهم الدايت أو يمشي على رجيم أكل سعراته الحرارية قليلة. عايز أقول كلمة مهمة، يعني دايما عيان السمنة بيجي في العيادة يقول لك أنا مش باكل. الموضوع يعني بسيط جدا، أنا كل الأكل اللي أنا باكله بيتحول إلى سعرات حرارية جوه جسمي. الاكتيفيتيز اللي انا بعملها او الانشطه اللي انا بعملها بحرق بيها سعرات حراريه بره الجسم. اذا انا اكلت او شربت او خدت اي سعرات حراريه، ممكن ما باكلش، بشرب عصاير كتير فيها سكريات، شوكليتس كتير وهكذا، لو انا خدت السعرات الحراريه دي اكبر من اللي انا بطلعه خلاص زاد الجسم. باعتبار طبعا العوامل الاخرى زي العوامل الهرمونيه او العوامل المرضيه الفاكتورز طبيعي. فزاد الجسم. لو انا عملت اكسرسايز وعملت اكتيفيتي وحرقت اللي انا باكله ده في صوره الكالوريز او السعرات الحراريه، خلاص هينقص الجسم، هيخف الوزن. فالموضوع بسيط، لان الدهون مش هتيجي من فراغ، يعني الدهون دي مش هتيجي من فراغ. فالعيان لابد ان هو لو هو بياكل كتير، يعني انا بنصح دايما نحط ميزان ونثبت العوامل. بنصح دايما اي عيان او اي حتى فرد يحط ميزان الصبح جنب الحمام عشان مثبت العوامل. هو دخلنا كلنا الحمام الصبح بطننا فضت، طالعين بملابس خفيفه اللي هي بتاعه البيت، بوزن بشوف انا النهارده اخباري طلعت عن امبارح ولا لا، نزلت عن امبارح ولا لا، فبقدر امسك الوزن في بدايته. لان الدهون دي زي الجبل بالظبط، الجبل ممكن ترمي عليه تراب زي ما انت عايز، لكن عشان تاخد منه وتنحت فيه وتطلع منه الدهون، طلع منه الجبل، طلع منه اي حاجه، منتهى الصعوبه، لكن عايزه اراده وعايزه شغل. فاحنا النهارده لو حطينا ومشينا على الكلام ده هعرف النهارده انا زدت عن امبارح نص كيلو، يبقى انا النهارده لابد حلويات مفيش، كربوهيدرات مفيش، وهكذا اقدر امسك وزني وابقى عامل له مونيتورنج، عامل له رسمه معينه شايفها قصاد عينيا. طيب استاذنكم معانا اتصال استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، كان في استفسار بس. انا كان اخويا تقريبا وزنه وصل 140 أيوة. كيلو. ايوه. وده كان مسبب له مشاكل كتيره وخاصه في فقرات ظهره. تمام. فحضرتك تنصحنا بايه عشان خاطر وزنه يقل او نعالج ازاي الموضوع ده؟ حاضر. شكرا. السلام عليكم. هو السؤال في صميم اللي احنا بنتكلم فيه. الأستاذ اللي هو 140 كيلو هو دي يعتبر أكيد سمنة مفرطة. لو حسبنا طوله ووزنه، قسمنا الوزن إن كيلو جرام على الطول بالمتر تربيع، هتلاقي ممكن يطلع 45 مثلا. لو هو طوله 70 سم 170 سم أو 180 أو 175 سم اللي هو المعدل، يعني هيطلع أكيد سمنة مفرطة. وبدأ هو فعلا يشكي من فقرات الظهر، وممكن يشكي من عرق النسا بعد كده اللي هو الالم اللي بيجي نتيجه الضغط على الاعصاب من الفقرات. طب الراجل ده يعمل ايه؟ اللي احنا بنقوله دلوقتي، اول حاجه انا طبعا احنا كجراحين
برضو بننصح ان دايما ما نعملش حاجة بنقول ايه، بنلجأ للنون انفيزيف تريتمنت، يعني العلاج الغير يعني اللي مش هاجم فيه المريض، يعني مش هضرب فيه مشرط. فانا بقول له ايه، بقول له نمرة واحد الدايت، لابد يتابع مع دكتور يعمل له رجيم اكل سعراته الحرارية اقل كتير من الانشطة اللي بيعملها. الحاجة التانية الاكسرسايز، لابد يشترك في حاجة معينة او يعمل اكسرسايز في البيت، يعني مش لازم يشترك وممكن يكلف نفسه، هو لو عمل له رياضة في البيت معينة هتفقد الكالوريز، ولا سيما المشاية، يعني اللي سيما المشاية ممكن يفقد عليها الوزن، لو جري عليها نص ساعة يوميا من نص لساعة يوميا هيفقد سعرات حرارية كتير. نمرة ثلاثة، في بعض أدوية في السوق موجودة، مش كل الأدوية، في بعض أدوية في السوق موجودة اللي هي واخدة الأبروفال، واخدة موافقة منظمة الصحة العالمية. الأدوية دي ممكن تعمل تمنع تنشيط الإنزيمات الهاضمة جوه الجسم، فإذا الأكل هينزل غير مهضوم، فهينزل في الحمام، هيبقى حاسس إن هو بيعمل الحمام فيه دهون شوية أو فيه زيوت شوية، يقدر إن هو مش كل اللي بياكله، عشان برضه أوضح للناس، أدوية تذوب الدهون، لا، هي أدوية بتمنع امتصاص جزء من الدهون اللي أنا باكلها. فإذا طب ناخد اتصال تاني ونكمل مع الأستاذ محمد، اتفضل، أستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بعد حضرتك، انا وزني 115. ايوه. وكان في صديق ليا قال لي ان انا ممكن اتعالج ان انا اشرب الصبح، يعني عشان انا نظام شغلي ما بيتحليش ان انا اعرف اكل الثلاث وجبات، يعني فكان في صديق ليا قال لي ان انا ممكن الصبح اشرب مثلا لتر ميه فتره، وان انا اشرب شاي يعني طول اليوم وكده وما تعشاش. فهل شاي اخضر قصدك؟ شاي اخضر؟ شاي اخضر. تمام. فهل ده حضرتك يعني بمناسب لظروف شغلي، عشان انا بقضي طول اليوم بره وبضطر اكل فاست فود وكده يعني. تمام. احنا اكمل مع الاستاذ محمد واخش الاستاذ عبد الله. الاستاذ محمد، احنا قلنا دلوقتي هنعمل اكسرسايز، هناخد بعض الدراجز. طيب، حاولنا الكلام ده وبدانا نخس بالوزن، عايزين اراده شويه ان احنا نعمل مينتنس للكلام ده. طيب، اذا لم نخس، اذا ما خسناش يا استاذ محمد او فشلنا في الكلام ده، هنلجا لجراحات السمنه، لان 140 كيلو برضو مش قليله، 140 كيلو، هنلجا لجراحات السمنه وهنقولها حالا دلوقتي بالتفصيل. الاستاذ عبد الله 115 كيلو، احنا يعني على البوردر يا استاذ عبد الله، فما نحبش تزيد، لان لو زدت هتفتح معاك وهتلاقي نفسك دخلت في وزن جامد. انا بقول لكل واحد عايز يخس لازم يفطر، بقول لكل واحد عايز يخس لازم يفطر ويتغدى، لان الفطار انا بعتبر الفطار السعر الحراري بيساوي واحد سعر حراري بياكله ويفقده، لانه هينزل شغله، هيعمل انشطه، هيعمل اكتيفيتيز. هنتغدى مش هنشتغل زي الصبح، هيبقى السعر باتنين، لانه غالبا هيفقد نصه. اللي هيتعشى السعر بثلاثه، لانه مش هيفقد منه حاجه خالص، هيتعشى وينام. ودي مشكلتنا، اننا طول اليوم مشغولين، بنرجع جعانين جدا، بندخل طبعا في الاكل بشراهه، بناكل، ممكن نطلب اكل من بره ومليان طبعا زيوت ومليان ومليان ومليان، ونبتدي بعد كده يحصل معانا زياده الوزن. طيب استاذ محمد معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك، بس انا سني 33 سنه ووزني 137 كيلو. ايوه. انا كنت رياضي سابق، بس دلوقتي طبعا وزني زاد. تمام. وزني زاد زياده مفرطه، يعني طول ما كنت رياضي مش باين عليا الوزن، ولكن الوزن ده على الميزان بيبقى عالي. زاد. طولك قد ايه يا زلمه؟ كنت رياضي بقالي فتره يعني. طولك قد ايه دي؟ 176. طول ما كنت رياضي كان وزنك زايد؟ لا، وانا رياضي كان وزني حوالي 85. ايضا يعني قريب للايدي، وده اللي احنا بعض، وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. يعني شوف محمد، طول الاستاذ محمد طول ما كان رياضي
كل مكان كان كويس وكان 85 اقرب الى الطبيعي. يعني لو نقص كمان 10 كيلو يبقى طبيعي خالص. لكن النهارده الاستاذ محمد احنا نفس القصه اللي بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو الدايت والاكسرسايز وبعض الدراجز اللي موجوده في السوق، لو فشلوا الثلاثه دول لمده 6 شهور او سنه او ما فشلوش ورجع تاني بنلجا لجراحات السمنه. هناخد فاصل وهنكمل بعد كده ايه جراحات السمنه وبتعمل ايه. اتفضل نطلع فاصل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. يعني دلوقتي احنا كان عندنا ثلاث اسئله مهمين من الاستاذ محمد والاستاذ عبد الله والاستاذ محمد. كلهم عندهم سمنه، يمكن الاستاذ عبد الله 115 اقلهم. احنا بننصح الثلاثه باول حاجه، وخصوصا الاستاذ عبد الله الاستاذ محمد اللي هو كان رياضي سابق، ان هو لابد يرجع للرياضه اللي كان بيمارسها. انا عارف ان هي فيها صعوبه، الوزن زايد، لكن شويه شويه هنقدر نرجع للوزن المثالي طالما في عزيمه واراده. طيب وفي نفس الوقت يا جماعه زي ما انا قلت لابد نعمل مونيتور او مقياس يومي بورقه موجوده رسم بياني انا بزيد قد ايه او بنقص قد ايه زي ما انا قلت. طيب الناس اللي هي مش عارفه طول، يعني واحد وزنه 200 كيلو 200 وشويه، او الاساتذه الافاضل اللي كانوا معانا على التليفون ولا قدر الله الوزن بتاعهم ما نزلش، حاولوا كتير مش عارفين، الاكل برضه له يعني اغراءات، طب نعمل ايه؟ هنضطر نلجا لعمليات ايه؟ جراحات السمنه. عايز اوضح نقطه مهمه ومعلومه الناس تبقى عارفاها كويس قوي، ان شفط الدهون مش عمليه للسمنه المفرطه. شفط الدهون دي عمليه لواحده، ما هدي مثال، مثلا واحده جسمها كويس عندها المنطقتين دول كبار شوية، الأرداف كبيرة شوية، البطن فيها شوية دهون ممكن ناخد منها، فبنعمل إعادة شكل ري شيبينج أو ري موديلينج، إعادة الموديل موديل بشفط الدهون، لكن ليست وسيلة لإنقاص الوزن. عشان تبقى المعلومة دي مهمة جدا. ناس كتير جي تقول لي يا دكتور بنوتة لسه مثلا 20 سنة ووزنها 100 وشوية، أنا عايز أشفط جسمي كله. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اشفط دراعين مثلا وبطن بجمل بيه بشكل معين، لكن انقاذ وزن لا. طيب كمان عملية شد البطن ناس كتير بتعملها ويكون العيان عنده سمنة مفرطة، يعني ما بتبقاش ليها فايدة، لازم العيان يخس الاول وبعدين اشد الترهلات واجمل الامور دي. ما ينفعش امشي عكس، ما ينفعش اجمل وبعدين اخس. طيب امال ايه عمليات جراحات السمنة المفرطة وازاي استفادت من جراحة المناظير؟ عمليات جراحة السمنة المفرطة أول حاجة منها مثلا تدبيس المعدة. عندنا صورة لتدبيس المعدة. أنا مشكلتي إن أنا عايز أصغر الجزء اللي أنا باكل فيه. العمليات تنقسم لجزئين، جزء أخليك ما تاكلش كويس أو تاكل بحدود وتشبع بسرعة، وجزء ممكن أخليك ما تستفيدش من الأكل ده خالص وينزل في الحمام، ودي تبقى يعني عمليات غير امتصاصيه، يعني ما بخليش الاكل يمتص بالامعاء. طيب العمليات تدبيس المعده انا باجي بدبس المعده من فوق وبحط حلقه معينه زي ما هو باين في صوره تدبيس المعده كويس، بحيث ان انا اكل في الجزء اللي فوق فقط، اول ما اكل اشبع. اضيف معلومه، هو الشبع ده بيجي ازاي؟ يعني انا معدتي العاديه اول ما المعده بتتمدد من الاكل فيها اشارات ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها مستقبلات معينه، سنسورز او ريسبتورز معينه تبعت للمخ. عندنا سنترين في المخ، سنتر للاكل، سنتر للشبع، وسنتر للجوع. فتبعت لسنتر الشبع تعمل له حس شويه فالانسان يحس انه شبع. هي نفس القصه برضه، انا بخلي الجزء الصغير ده بينتفخ من الاكل، خلاص مش قادر شبعت. طيب ناخد اتصال معانا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. استاذنك بس، انا كنت عملت كذا مره دايت وبرجع اتخن تاني، فكنت عايز حل بحيث ان انا اثبت وزني، بحيث ان انا مش كل مره يعني اعمل الجيم وارجع اتخن تاني بعديه. مظبوط. ايوه يا فندم. حاضر حاضر.
الوزن كام دلوقتي؟ تتعرف بحضرتك الاستاذ محمود مع حضرتك. استاذ محمود الوزن كام؟ 115 حاليا 115. حاضر. سؤال تاني بس، هو في ضرر ان هو الواحد بيخس ويرجع يتخن تاني على العضلات او فقرات الظهر؟ بتقول ايه يا فندم؟ بيبقى في ضرر على فقرات الظهر لما الواحد بيخس ويرجع يتخن تاني؟ يعني بعذره انا مش فاهم السؤال. يعني حته ان انا اخس وارجع اتخن بيأثر على العضلات وبالذات فقرات الظهر؟ طبعا. طبعا. يعني هنقول برضه ازاي؟ هنقول ازاي؟ بقيت لو اعرف حل الموضوع ان انا اثبت وزني بعد ما اعمل الرجيم واخس. حاضر حاضر. اولا السؤال يعني الحته اللي قالها الاستاذ محمود الاخرانيه دي، يعني العضله بتاعتنا مكونه من الياف عضليه معينه بتتمد تنقبض وتنبسط وهو لاخره. لو العضلات دي اترسب بينها دهون وترسب عليها دهون مش هتأدي الوظيفه بتاعتها. نفس القصه برضه، انا تخين مش قادر امشي. هي لو فضلنا نصغر لحد ما تيجي للليفه بتاع العضله، الليفه بتاع العضله نفسها زي اللحمه اللي بناكلها، لو اترسب عليها دهون مش قادره برضه تاخد راحتها لا في الانقباض ولا في الانبساط. في نفس الوقت هو العمود الفقري ده بتثبت فيه؟ بتثبت بيه يا استاذ محمود؟ بتثبت بعضلات حواليه. انت كلنا بنجيب الرقبه وبنجيب وبناكل بنفصص اللحم اللي على الرقبه ده وبناكلها، دي كلها عضلات مثبته العمود الفقري. العمود الفقري لازقه فيه ومثبتاه واحبال بينها رايحه جايه عشان يقف العمود الفقري كده، اتنيه كده، اجي كده، اجي كده، ده عضلات بتشتغل. لو العضلات دي عليها دهون مترسبه استحاله هتعمل الفعل بتاعها كما يجب. وفي نفس الوقت كل ما بنخس ونتخن وهو الى اخره ده بيضعف العضله تماما. طيب احنا وصلنا ل 115 يا استاذ محمود، هنثبت ازاي؟ زي ما انا قلت اهم حاجه ان انا حاطط ميزان عندي زي ما انا قلت. ثانيا اخد سعرات اكل فيه سعرات حراريه مساويه للي انا بطلعها. لو خدت اكتر يبقى مش هخس خالص. مثال يعني انا الجرام مثلا، الجرام في الكربوهيدرات او في السكريات زي البطاطس والسكريات عموما والعيش، الجرام يديني 4 كالوريز، الجرام دهون يديني 9 كالوريز، الجرام فات، الجرام بروتين يديني 4 كالوريز. لازم كل حاجه اكلها ابقى انا عارف قد ايه دي كذا بتدي كذا. لازم دكتور تغذيه مهم جدا يديك اكل فيه سعرات حراريه مساويه للاكتيفيتي بتاعتك. لو كلنا اكتر لازم نلعب رياضه اكتر، لو كلنا اكتر لازم اليوم التالي اكل اقل عشان اثبت. في كذا برنامج ممكن نثبت بيه موجود مع الافاضل اللي هم اساتذه التغذيه او الشغالين في هذا المنوال. لكن انا مش عارف بقى اخس، وصلنا ايه للجراحات اللي هي تخصصنا، ازاي انا اعالج السمنه بالجراحه، وازاي استخدم جراحه المناظير بدل ما افتح البطن. زمان كنا نفتح البطن جامد، عرض العين لتجلطات، عرض العين مش قادر ياخد نفسه، عرض العين لالام كبيره جدا، عرضه لفتحه كبيره، ممكن يحصل له التهاب في الجرح بعد كده، ممكن يحصل له فتوحات في الجرح اللي انا عامله. لكن النهارده بدخل من 4 خروم ادبس المعده. من 4 خروم اقدر ادبس المعده زي الصوره اللي باينه وشفناها كلنا، يعني اصغر جزء من المعده. طيب حصل تطور بعد تدبيس المعده واختراعات تانية، ان انا بدل ما اقطع في المعده او ادبس او اخرمها او احط حلقه، ممكن يحصل بعض نسبه نزيف، نسبه ليكج يعني تسريب من المعده، والعيان يتصاب بالتهاب في بطنه. عمل لي حزام المعده. حزام المعده ايه؟ عباره عن ايه حزام المعده؟ هو من ماده لا تتفاعل مع الجسم، تتحط حوالين الجزء العلوي من المعده زي ما هو باين في الصوره. تتحط حوالين الجزء العلوي من المعده، يقسم المعده حتتين، حته صغيره فوق وحته كبيره تحت. زي تخيل كده شارع انا حطيت فيه عربيتين وقفتهم. يبقى اللي جاي متكدس ويعدي بشويش ويعدي بشويش، اشبع بسرعه. باكل في الجزء اللي فوق. لو شفنا صوره حزام المعده باكل في الجزء اللي فوق. اول ما يتملي اللي فوق بشبع على طول، خلاص مش قادر اكل. طب هل الحزام كان له فضل على التدبيس شويه؟ لان الحزام له بالونه من جوه واصله الانبوبه، الانبوبه دي واصله بصمام بيتحط تحت الجلد على عضله ما بيحسوش العيان. لما اجي انا الاقي العيان مش بيخس بنفخ سائل معين في الجهاز ده
أم الحزام يضيق على جدار المعدة فالواحد يأكل أقل. طيب واحدة عايزة تخلف وتحمل وتولد أو فاشش الحزام خالص، يبقى الحزام كأنه غير موجود، تقدر تأكل وهي حامل، تقدر تربع، وبعد سنتين من الرضاعة وفطم الطفلها تجيني بنفخ الحزام يروح مضيق على المعدة شوية. فالحزام فضله ان هو بنسميه adjustable، ان انا بقدر اتحكم فيه عن بعد عن التدبيس. طيب تقريبا الحزام والتدبيس يعني يخسسوا يعني بنفس ايه القدر تقريبا يعني، لكن انا بعتبر الحزام الى حد ما امن شوية من التدبيس عشان ما فيهوش لقطع ولا تدبيس في المعدة. طيب طب عيان مثلا فوق ال 300 كيلو او فوق ال 200 كيلو، لو حتى عملنا له تدبيس او عملنا له حزام ممكن يخس 50 يخس 60 برضه هو ستيل تخين. فجات العمليات الثالثه من الكاتيجوري الثالث اللي هو ان انا اخلي عين ما يستفدش من هذا الاكل وما يمتصش الاكل ده، زي الصوره بتاع تحويل المعده. يعني ايه تحويل المعده؟ الناس تسمع تحويل المعده، يعني ايه تحويل المعده؟ كلنا بناكل الاكل بينزل في المعده بيتهضم يعدي على الاس 12 يتهضم اكتر في الاس 12 وبعدين ينزل على الامعاء يمتص من الامعاء الحاجات المواد البروتينيه والمواد الدهنيه والمواد السكريه، تكمله تمتصها من الامعاء وبتبدا امتصها من الفم. طيب انا مش عايز الاكل يمر على هذا الجزء عشان يمتص ويطلع على الدم ويروح للكبد، الكبد يبتدي يطبخه ويخزنه ويخزن الدهون الزايده. طيب فبنعمل ايه؟ خدنا الجزء الاخير من الامعاء ووصلناه بالمعده. يبقى اذا انا حولت يعني حولت المسار بتاع الاكل بدل ما يعدي من هذا من الجزء اللي انا قلته عليه 12 والامعاء الدقيقه، لا على طول بينزل من المعده لاخر الامعاء، اخر الامعاء يمتص جزء صغير منه وبعدين ينزل بعد كده في الحمام معظمه. بس طبعا دي عمليات برضو كبيره وبتصاحبها برضو ان انا ممكن اعمل ده واصغر المعده شويه، يعني بدل ما اخلي المعده كلها واوصلها بالامعاء بصغرها وافصلها وبعدين اوصلها بالامعاء بتاعتي. طيب ده بيعمل مشاكل شويه انه بيخلي فيه بعض الفيتامينات تنقص من جسم الانسان وبعض المواد الهامه اللي هي بتمتص من الامعاء تنقص. فانا طبعا بتابع العيان كويس واقدر اديله اول سنه بعض الفيتامينات المهمه اللي هي ما قدرناش نمتصها من الاكل، فلازم اتابع هذا العيان. طيب دي عمليات تحويل المعده. جدت عمليه في الاول الاخيره هي عمليه استئصال يعني تقريبا معظم المعده اللي هي بنسميها السليف، بيسموها بالانجلش السليف جاستريكتومي. جاستريكتومي يعني بقطع المعده، سليف بحولها الى انبوبه كما لو كانت هي مكمله للمريء اللي هو استئصال مكملة للمريء أنبوبة رفيعة. العمليات دي أول ما بدأت اللي هي السليف دي بدأت إن هما العيانك اللي أنا قلت لسه قايل عليه بنعمل له تحويل معدة، كانوا زمان بدل ما يعملوا تحويل المعدة وعملية كبيرة قوي وعيان سمين قوي يستأصلوا الأول جزء زي ما أنا شايف، بعد كده في مرحلة تانية يعملها له يعمل له تحويل المعده. فلو ان لقوا للاستئصال جزء من المعده ده بيصاحبه نقص شديد في الوزن، فبقت عمليه الستيف جاستريكتومي مشهوره دلوقتي. وبرضه استفادت جدا من المنظار، انا بدخل باربع خروم في جدار البطن زي ما شفنا الصوره الاولانيه خالص، واقدر اسلك المعده من البيد بتاعها من مكان ما هي موجوده وتبقى حره في ايدي، وبعدين بدخل بالدباسه ادبس الجزء من المعده اللي هو اللي انا فصلته اللي ممكن يبين في الصوره اللي انا بفصله ده كله، افصله من المعده تتحول المريء ثم انبوبه بدل ما تبقى معده انبوبه يمر فيها الاكل وبعدين تنزل. طبعا برضو بنحتاط قوي في موضوع التدبيس ده، لان انا ماشي سكه طويله بالدباسه ممكن يحصل فيها تسريب ممكن يحصل فيها نزيف، في اي وقت ممكن افتح واعالج الكلام ده، او برضو بعالجه بالمنظار عن طريق ان انا بعمل كليبسات لاي حته ممكن تسرب من هذا الموضوع. وعندنا صوره يمكن باينه لشخص يعني كان وزنه كبير قوي
بعد العملية قد يصل إلى 200 وشوية، ووصل في الصورة لحوالي 90 كيلو، وخس يمكن خس 100 وشوية كيلو. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي حاجة مهمة قوي، ايه هي عمليات جراحات السمنة. عمليات جراحات السمنة هي التدبيس، تدبيس المعدة، حزام المعدة، تحويل المعدة، والسليف اللي هو تحويل المعدة لأنبوبة معينة. في عملية برضو موجودة حاليا اللي هي كشكشة المعدة، اللي هي بنسميها جاستريك بلايكيشن. بقدر اكشكش المعدة وادخلها جوه بعضها بحيث يبقى الحيز بتاع المعدة قليل، يبقى الحيز اللي انا باكل فيه قليل. وبعدين يحضرنا برضو حاجة تانية للناس اللي هم، في ناس طبعا بيبقى وزنهم مثلا 80 كيلو او 90 كيلو، عايز ينقص مثلا 15 او 20 كيلو، فممكن نعمل حاجة بنسميها الانترا جاستريك بالون. يعني ايه الانترا جاستريك بالون؟ انا اكني بوكل العيان اكلة جامدة قوي تفضل في بطنه، تفضل في معدته، فكل ما ياكل مش قادر. بدخل انا بالمنظار، دي عملية حاجة بسيطة وامنة جدا، اللي هي بالونة بدخلها بالمنظار عن طريق الفم. بدخل بالمنظار عن طريق الفم، ببص على المعدة كويس، ما فيهاش التهابات، ما فيهاش اي تقرحات، بقدر ايه اقيم جدار المعدة. وبعدين بدخل البالونة دي جوه المعدة وانفخها بحوالي 500 سنتي سائل معين. ليه سائل معين؟ سائل ازرق، عشان لو حصل فيها الانبوبة دي انفجرت، او ما بتعملش بالشكل على فكرة في الانفجار، لو حصل انها انفجرت او حصل اي مشكلة فيها، فانا بقدر ان انا السائل ده بينزل في البول ازرق، فبقدر اعرف ان الانبوبة حصل لها مشكلة. البالونة دي بدخلها من المنظار من الفم وهي جوه، بقدر املاها ب 500 سنتي سائل معين واسيبها جوه المعدة. يبقى انا اكني في كل الاحوال واكل اكله جامده، مانيش ايه، مانيش حاسس ان 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 انا جعان، او مجرد ناكل حاجه بسيطه اشبع على طول. تمام. ففي الحاله دي سكيورني بس تعدل السماعه. تمام. ففي الحاله دي اقدر اشبع بسرعه لما اكل اي اكل بسيط. طيب هل البالونه دي ليها خواطر معينه؟ ملهاش خواطر معينه، هي اول 3 4 ايام ممكن تحس انك انت يعني مش واخد عليها، حاسس انك انت اكل اكله جامده، نفسك تعبان شويه سنه، زي اللي بياكل اكله كبيره يعني. وبعد كده الواحد بيحصل له تولرانس، بيتعود عليها وتمشي الامور. طيب هل اقدر اسيبها فتره؟ لا، ماكسيموم 6 شهور واشيلها. ليه؟ لان الماده بتاعتها ممكن تتاثر بالحمض بتاع المعده، فممكن تتخرب او تنفجر ويبقى خلاص ما لهاش لازمه. فانا عشان كده باجي قبل 6 شهور بدخل بالمنظار، وفيش البالونه دي خالص، اشفط السائل اللي فيها فيش خالص، بطلعها برضو من الفم ومفيش اي مشكله خالص. طيب هل ممكن اركب بالونه في نفس الوقت؟ يستحسن لا، بريح العيان فتره، اذا احتاج بركب له بالونه ثانيه، اذا ما احتاجش خلاص يبقى خس اللي هو عايزهم ال 15 او 20 كيلو بسلام ومن غير اي مضاعفات ومن غير اي مشاكل. طيب العيان بتاع السمنه ده اتعالج وخس وكان وزنه مثلا 140 كيلو او 150 كيلو او 200 كيلو وخس العيان، فبيشكي بقى من المظهر بتاعه اللي فيه ترهل في جدار البطن، ان في بعض المشاكل اللي هو بيشوفها في جسمه. هنا في الحاله دي بنقدر نعمل له عمليات يعني لابد بقى اساتذه التجميل يعملوا لنا شد البطن، يقدر يستأصل كل الترهلات بتاع بطنه. اذا برضه الصدر عنده ترهل بيقدر ان هو يعمل له استئصال الجلد الزايد ده ويرجع شكل الصدر زي ما هو. حصل ترهلات في ستات مثلا في دراعاتها، بنقدر نعمل يعني عمليه تجميل معينه بنشد بيها الجلد عشان ما يبقاش فيه اي ترهلات يعني عامله ناحيه نفسيه مش كويسه. ده عموما نبذه عن جراحات المناظير وازاي جراحات السمنه استفادت من جراحات المناظير. ممكن نتكلم في حاجة تانية مهمة برضو بالنسبة لمثلا الجراحات المناظير عموما
لبعض الأعراض مثلا بتاعة المرارة، مثلا لو عيان عنده حصوات في المرارة ساعة تيجي العيان يروح لدكتور بطن مثلا بيكشف عنده تعب في القولون، عمل له موجات صوتية على البطن لقى فيه حصوية في المرارة، هل العيان ده يعني ما يعملش حاجة، التعب بسيط ياخد له علاج؟ أنا بصراحة بنصح من المشاكل اللي ممكن تتشاف من حصوات المرارة، أنا بنصح العيان أي مريض وانس انه لقى حصوة في المرارة لابد انه يشيل المرارة، لأنه ممكن تسبب له مشاكل بعد كده، العيان يبرزنت أو يجي بمشاكل الحصواية اللي هي تسد القناة المرارية وتعمل له صفرة وتأثر على البنكرياس وتعمل ممكن خراديج أو أكياس في البنكرياس، واضطر اعمل له عمليتين بدل واحده. ان انا معانا الاخت ام محمد بتسال، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا وزني حوالي 100 كيلو. 100 كيلو وعايزه انزله مثلا 80 او اكثر ال 80 بشويه. الطول قد ايه يا هانم؟ حوالي 170. 170 تمام. حاولتي حاجات قبل كده يا استاذ محمد؟ انا بعمل دايت. دايت الريجيمات يعني. تمام. يعني هل الوزن كان اكتر من 100 والدايت جاب نتيجه مع حضرتك؟ لا خالص، ده انا يعني ماكسيموم عندي 100، ده يعني الوزن بالنسبه لي بشع، عمري ما وصلت له. تمام. حضرتك زوجه؟ ايوه. واولاد موجود يعني خلفتي قبل كده؟ اولاد. ايوه. تمام. حاضر يا استاذ. طيب الكريمات والحاجات اللي بتيجي في البرامج وكده اللي بتشد المعده ايوه الحاجات الكريمات دي كويسه بتعمل نتيجه ولا ما بتعملش؟ حاضر. في اي سؤال تاني يا مدام محمد؟ طب لو عايز اتواصل مع حضرتك عشان العمليه بتاعه البالونه دي، اتواصل مع حضرتك ازاي؟ حاضر، في الكنترول يا فندم، الرقم موجود تحت امرك. الاخت ام محمد 100 كيلو طولها 170، زوجه خلفت قبل كده، مارست الدايت بس مش عارفه بالدايت تجيب نتيجه. بننصح بالاتي، يعني الدايت لابد يبقى فيه كنترول جامد. نمره 2 الرياضه، لازم تمارس الرياضه لاخت ام محمد. 3 هناك بعض الادويه المتوافق عليها من منظمة الصحة العالمية اللي هي بتخلي الدهون تنزل في الحمام أو بتزود الحرق شوية. أنصح بشرب الشاي الأخضر كتير لأنه بيساعد على الحرق شوية. طيب الحاجات دي عملناها يا أخت أم محمد ما قدرناش نعملها، أو عملناها وما جابتش نتيجة، أو ما قدرناش تستمر عليها، يبقى هنضطر إحنا نتجه لوان بروسيجر من اللي أنا قلتهم، لأي طريقة من اللي أنا قلتهم. أول طريقة مناسبة لحضرتك وسهلة وما فيهاش مخاطر وأمنة بفضل الله هي البالونة. البالونة ممكن تجيب لنا العشرين كيلو دول برضو بالدايت. أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا في البالونة أو في حزام المعدة أو تدبيس المعدة، إن أنا بقفل المعدة شوية عن الأكل، يعني لو كلت هشبع بسرعة. أنا كان عندي أختين، أخت عملت لها عملية خست كويس قوي ومشت على اللي احنا بنقوله كويس قوي، أخت التانية عملت لها حزام معدة مش بتخس. إيه الأسباب؟ هي بتشرب سوائل فيها سكريات بشراهة، يعني ممكن مانجا كتير جدا، ممكن شوكليتس تدوبها وتشربها كتير جدا. طب ما احنا مش قافلين على المية، مسار المية ومسار السوائل مفتوح، ما اقدرش أقفل، أنا بقفل شوية عن حيز الأكل، لكن مسار المية زي هتبلع ريقها مش مقفول، ففي سرسوب نازل. فهي كل يوم لما تاخد جيركن مانجا مثلا مع كذا شوكليت مع كذا مش هتخس. فلابد فاحنا هنعمل البالونه يا مدام ام محمد مثلا، البالونه امنه بس مش البالونه واشرب سوائل كتير. اكل، اول ما اكل هشبع، لكن مش هشرب سوائل زي ما انا عايز وسكريات زي ما انا عايز. فالبالونه امنه بشرط، يعني البالونه، حزام المعده، تدبيس المعده، الاستئصال اللي هو الانبوبي للمعده، لابد العيان يبقى كوبرتيف معايا، لابد العيان يبقى متعاون معايا. اما اقول له بلاش سكريات، ما يشربش من ورايا سكريات، ما يشربش سعرات حراريه كتيره، يبقى احنا ما عملناش حاجه. ففي دي العمليات، لان هو غير التحويل ان هو مش هيمتص حاجه، ياكل بس مش هيمتص الاكل.
فالبالونه مصيف امينه يا مدام محمد، ممكن نجرب فيها. لو لا قدر الله فشلت البالونه عندنا كذا المعده زي ما هي، عندنا كذا اوبشن تاني بعد الاوبشن بتاع البالونه. انا افضل الحزام، لان الحزام يعني امن المعده زي ما هي، مفيش تدبيس، مفيش قطع، مفيش ليكج، مفيش تسريب منها بفضل الله، وفي نفس الوقت بتتحط بالمنظار حوالين المعده. وبرضه لا قدر الله لو فشلت المعده زي ما هي، عندك اوبشنز كتيره تانيه في الاستئصال والحاجات دي، ماشي؟ خصوصا ان 100 كيلو وانا في رايي مدام ام محمد، في رايي 100 ما هيش كتير قوي. لو عملنا الامور دي، مشينا مع دكتور تغذيه كويس، مشينا مع رياضه كويس، انا اعتقد ان شاء الله تخسي وتخلصي من 20 كيلو دول او ال 25 اللي انت عايزاهم، تمام؟ كنا بنتكلم عن حصوة المرارة، ان الحصوة لو سيبنا حصوة المرارة ممكن تعدي للقنوات المرارية وتعمل صفرة، لانها بتسد مجرى الصفرة. اقول يعني ايه الصفرة برضو؟ يعني ايه الصفرة؟ ربنا سبحانه وتعالى، احنا يعني لو انا كلت بيض في الطاسة وعايز اغسلها بمية مش هتغسل، لازم احط بريل عشان يدوب الدهون اقدر اشطفها بالمية. نفس القصة، إنها لما الدهون تنزل إصل 10 محتاجة سائل ينزل من الكبد يحول الدهون دي لمادة تدوب في المية بسهولة عشان تقدر تتهضم وتعدي جوه الأمعاء. فالسائل الأصفر ده نازل من الكبد متخزن في المرارة، وقت ما عوزه ينزل في القناة المرارية يهضم الدهون في الإصل 10 وهكذا. طيب لو في عصوات في المرارة بقى، لو في عصوات مرارة، ليه الناس تقول الحصوة الصغيرة أسوأ من الكبيرة؟ لأن مجرد ما تنقبض المرارة وفي حصوات صغيرة تروح نط حصواية على قناة المرارة الرئيسية سداها، الصفرة ترجع على الكبد، تملي الكبد بالصفرة، يرجع الدم، تصفر العينين، ويبقى جسم الإنسان أصفر، والبنكرياس يتعب ويلتهب وهكذا. يبقى في الحالة دي، ولكن الحصواية الكبيرة غالبا هتقف في عنق المرارة، هتسبب ألم برضو، هتسبب التهابات، وهتسبب مشاكل، لكن مش زي الحصوة الصغيرة. اذا انا لا في، طب زمان انا مثلا كنت اقول ايه ده مش عامله حاجه الحصوايه وهفتح البطن وشق كبير ومش عارف ايه. طب النهارده القصه بقت بالمنظار، اربع خوم وان شاء الله يروح العيان في نفس اليوم. هل تستاهل بقى اسيب الحصوات تعمل لي مشاكل وتعمل لي التهابات وتعمل لي صفره وتعمل لي كذا وكذا وكذا، خصوصا ان طريقه العلاج بقت اسهل، بقت اربع خوم ويروح العيان؟ لا ما تستاهلش. لو حصوة وقفت، طب اعمل ايه لو حصوة وقفت في قناة المرارة الرئيسية وعملت صفرة؟ هضطر اخش بالمنظار من الفم وادخل على الاثنى عشر وادخل على قناة المرارة الرئيسية اجيب الحصوة وافتحها واوسعها عشان ما تنزلش واحدة تانية تقف، وبعدين ادخل العيان يعمل عملية المرارة. فاذا الموضوع مش مستاهل الايه القصة الكبيرة دي، طالما المنظار سهلت الامور. طيب يبقى اذا عرفنا، طب واحد يقول المرأة دي لما تكون فيها حصواية تعمل ايه؟ ايه المشاكل بتاعتها؟ او ايه الاعراض بتاعتها؟ طبعا ممكن تكون موجودة حصواية وما تسببش مشاكل، نايبة في المرارة وساكتة، لكن مفيش جارانتي، مفيش يعني جارانتي، يعني مفيش يعني ان مفيش 100% هتفضل طول عمرها ساكنة، او هتفضل طول عمرها ما تعملش مشاكل. يبقى اذا ممكن تعمل في 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 في, في ثواني مشاكل، خلاص؟ ممكن العيان تبقى ساكنة، ونكتشفها ازاي؟ يحس العيان بانتفاخ، يروح للدكتور يقول له أنا عندي القولون، يعمل له موجات صوتية، يكتشف الحصواية. وانس اكتشفها أحسن تعملها. طيب، إيه تاني؟ لو تعمل مغص مراري، إيه المغص المراري ده؟ إن الحصواية عايزة تنزل من المرارة، تقف في العنق المرارة، فتعمل ألم في الجنب اليمين، الألم في الجنب اليمين مسمع في الظهر، ومسمع في الكتف اليمين، وعامل انتفاخ كل ما باكل. أو أكتر حاجة تشخصها إيه؟ هي الموجات الصوتية. لو أنا عملت موجات صوتية على البطن هكتشف على طول وجود الحصواية. أعمل إيه؟ أتوجع للجراح. جراح هو ساعة زمن بفضل الله تعالى أو كده، وبيخش بالمنظار زي ما قلنا، بيسلك المرارة ويمسك ويشيلها. طيب، حاجة تانية مثلا زي ما قلنا دلوقتي زي الزايدة الدودية. ما اتكلمنا من شوية الزايدة الدودية. ناس كتير طبعا تقول الزايدة الدودية فتحة صغيرة.
لكن كتير من الحالات اخذنا بالمنظار خصوصا في البنات اللي احنا خلفين يحصل اي التصاقات يحصل اي مشاكل تضايق الحمل بعد كده وتضايق الولاده، بنلاقي كيس على المبيض بنتعامل معاه، بنلاقي كيس الناحيه الثانيه بدل ما زود الجرح وتبقى بنوته وعامله جرح مشابه للقيصريه. طب وليه؟ طب انا ببص على البطن كلها واقدر اشيل كيس المبيض واخلص منه بالمنظار من غير ما افتح البطن، وبتروح البنت في نفس اليوم او اذا كانت سيده او اي حاجه. اتمنى تكون يعني المعلومات انا بديها بطريقه مبسطه تقدر يعني تستفيد منها، ولو افتكر اذا كان في اي حاجه ممكن نقولها عن جراحه المناظير. النهارده وصلت جراحه المناظير ان ممكن ان انا استأصل اورام القولون عن طريق المنظار من غير ما افتح البطن. كنا نفتح بطن شقه كبيره دايخه بنفتح استأصل اورام. النهارده الكبد وصل ان انا اقدر اخد الجزء من الكبد من اللي هو هيدي الكبد السليم وانقله للعيان عن طريق المنظار. فيعني انا عايز اقول ان الحمد لله الطب في تطور وجراحات المناظير في تطور، واتمنى نكون يعني قدرنا نوصل بعض المعلومات للناس، عساها ان تكون يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. واشكركم واشكر القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.